السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه الجدد، في أفكار حلوة ممكن نشرح بيها لا نهائية، يعني أنت تقدر ترسم أي حاجة وتبدأ تشرح الأفكار زي ما أنت عايز. خلينا مثلا نعمل حاجة كده، تمام، وخلينا نثبتها من فوق، إن أنت مثلا حاطط حاجة في مسمار، تمام، وخلينا نبدأ نشغل الحاجة، يمكن ما حصلش حاجة موقعتش. ممكن أبدأ أشد الحاجة وأخليها تتحرك، وخلينا أجي أسلكت هنا واقول له شو بلوت، بيبدا يوريك الحركه هتبقى عامله ازاي. لاحظ انها بتطلع وتنزل، تطلع وتنزل، والطلوع كل مره بيقل عن اللي قبليه، بيقل عن اللي قبليه، بيقل عن اللي قبليه. ليه؟ في قوه بتاثر عليه. القوه دي خلينا نلغي اول قوه اللي هي قوه الهواء، تمام، هتلاقي الحاجه بدات بالشكل دوت. طب لو لغينا الجاذبيه، يعني حاطين الحاجه مثلا في مكان ما فيهوش جاذبيه، فبتلاقي الشكل بيلف بزاوية 360، مفيش قوة بتأثر عليه. لو احنا بدأنا نظهر مثلا الفورس هتلاقي قوة كده. طب لو احنا شغلنا الجاذبية هتلاقي قوة موجودة تحت اهوت، وبعد فترة هتلاقي الحاجة ايه بدأت تنزل وتبدأ تستقر لتحت. وخلينا نظهر الفورستي، تقدر تظهر الفاليوز اللي موجودة والانجلز حسب ما انت عايز. وزي ما انت شايف في جزء ممكن يشرح للطفل الصغير، وفي جزء بقى ممكن تشرح بيه النظريات بتاعت الثانوية العامة.